جديد نتاعك أول تجربة في التمثيل في مسلسل عاطف بن حسين المنارة على قناة الحوار التونسي. نجم نقوله دخول بقوة في مجال التمثيل باعتبار الباليت متاع الممثلين والكاستينج اللي موجود في الفيلم هذايا. فريمون سي ان كاستينج دو شوا حاجة كبيرة ياسر. كيفاش تحس في روحك؟ الحمد لله الحمد لله. أنا محظوظة أني نكون في المسلسل. نشكر عاطف بن حسين على الثقة الكبيرة فيا. كيفاش أنت دخلت ساعة على طريق كاستينج وإلا هو il vous a remarqué directement في ميس ميتيو وراه اللي أنت بروفيل متاع الدور؟ هو شوف شافني يعني شافني في ميس في الميتيو أكيد وشافني في عرسي أكيد دونك خمم فيا لكن في الاتولي زاد اقتنع أكثر يعني في الاتولي دوفون لا كاميرا وبيان سور بالتدريب انت معاهم في الاتولي دوفون لا كاميرا. نوجه التحية للاتولي الكل واللي يخدموا فيه شهاب توفيق مريم الناس الكل. دونك زاد اقتنع أكثر والحمد لله يا ربي وإن شاء الله نكون على قد ثقته خاصة. ونسلم على عاطف بن حسين برشا وعلى مريوم زوجتي زوجته أصدقائي سلم عليهم أكيد يعملوا في عمل كبير أتغذير لاتولي وأيضا الإخراج متاع الفيلم برشا ديزيكوين بعث لي عاطف مهدي في ساعة كبتيتها نعرف غدوة باش تعديها نعرف 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 ميسيرش ميسيرش زوجت زوجت يلا غالب أخويا زلت لسان ميسيرش سبحانه هما اللي يسهى والله ينسيني فيش كنت أقول قلت سلم عليهم هما أي بعث لي عاطف الراش معني متاعك 30 دقيقة من أقل شوية 20 دقيقة من المسلسل فريمون معني سباغي إكسبسيونيل كسوا من الصورة كسوا من الكاستين كما قلت لك إذا كما نحكي وش عليه معناها ليلى توبيل وفاطمة بن سعيدين فتحي الهداوي معني يون باليت متاع ممثلين فريمون لي بلو جران نجمو نقولوا في تونس أكيد معناها حاجة حلوة برشا نستنيوها في رمضان. على أنت شنو باش يكون دورك في المسلسل؟ دوري في المسلسل زوجة رجل أعمال وش تكون باش تعيش مشاكل يعني في الكوبل بيان سور. دور رئيسي ولا دور ثانوي؟ parmi le premier rôle يعني هو حتى فما أدوار رئيسية ما فماش يعني دور رئيسي ودور صغير في المسلسل. الأدوار الكل مقسمة بذكية يعني أما الدور مهم يعني معناها أنت هذه التمثيل وجهتك مادامك مشاركة في الأتوليي معناها وقاعدة الدرب معناها تحب تعمل فيه مسيرة اون كارير. أي طبعا أنا نحب التمثيل أول حاجة أنا بنت الأتوليي التياترو أنا بنت التياترو عن توفيق جبالي وقبلها وبعدها يا ربي شاركت في برنامج أرب كاستينج في لبنان كنا 135 مشارك من مختلف البلدان العربية وقعدت تصفيات أحسن 35 يعني كنت نحب نوصل يعني وقتها أنا كي رجعت لتونس قلت بوركوا با خاطر لقيت روحي مع ناس مش كيفي أنا تو أنا منيش جو براتيك با يعني كان في التياترو فهم دونك لقيت مع ناس عاملين سينما مسرح ممثلين في بلادهم في بلدانهم دونك ترجعت لقيت روحي أنا في المسابقة يعني نتقارن بيهم دونك قلت بوركوا با. ويستهويك في نفس الوقت المسرح معناها تحب تعمل تجربة مسرحية في مسرحية جدوغ إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نحب المسرح برشا. دونك بلانت كارير في مخك التمثيل علاش ليه مش ميس ميس ميتيو معناها هذيك بالعكس هي ميس ميتيو هي ترومبلان سي سا هي ميس ميتيو وقتها وراتك هي وراتني ميس ميتيو بيان سور ريكونيسونت مش معناها اني انا اما يعني انا ما كنتش نتصور باش نقدم نشرة جوية في حياتي حتى كي عملت الكاستينج في التاسعة قبل ما يولي مقرها في التاسعة في الشرقية وقتها في اللاك مشيت على اساس برنامج اجتماعي يعني قدمت كاستينج وكل وحسيت لي انا باش نتقبل يعني جي بيان باسي لو كاستينج يعني حسيت تصورت لي في البرنامج اما توقعت في برنامج كرونيكوس مثلا كي كلموني قالوا لي ميتيو وبالعربيه الفصحى قلت يا يزي نشره جويه وزيد بالعربيه ما كنتش متحمسه من الاول ومن بعد قلت يا بوركوا با والحمد لله معني الحمد لله شاركت فيها لانه تحب ولا تكره الناس عرفتني من خلال النشره exactly. الجويه اكزاكتومون ليماج التلفزه تخرج للعموم واكيد تنجم تحقق طموحاتك ان بروميي با ان تخبلان لبقيه المسيره ونعتز بها كتجربه وتحيه لقناه التاسعه.